مساء الخير. وكأن الأمر يحدث في منطقة نائية محاصرة، تفتتح ميليشيا أسد الطائفية معبرا واحدا في مدينة دارية، وتسمح بدخول فقط من حصل على موافقة من فرع فلسطين سيء الصيت. يأتي هذا بعد تهجير قسري استمر 3 أعوام لأهالي المدينة التابعة لريف دمشق. كما فرضت الميليشيات أخذ إتاوة قيمتها 1000 ليرة سورية على كل مدني ينوي الدخول إلى دارية. وهكذا تصبح العودة إلى البيت الذي هجرتهم منه الميليشيا نفسها بحاجة لإتاوة أو حلوان، كما أخبر عناصر الحاجز الأهالي. حلوان تهجيرهم وحلوان التكرم بالسماح لهم بالعودة. فأهلا بك في سوريا الأسد. فهل توجد دولة في العالم تمنع عودة مواطنيها إلى منازلهم إلا بموافقة أمنية؟ وما مصير دارية التي تركها أهلها إلى غير رجعة إلا بعد إسقاط نظام أسد؟ هذا ما نناقشه في ملفنا الأول من هنا سوريا. في ملفنا الثاني، فرضت قوات أو القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا سيطرتها الكاملة على حقول النفط وعلى إنتاجه وتوريده، كما قامت بطرد المستثمرين المحليين المتعاقدين مع ميليشيا قسد ممن يبيعون النفط لنظام أسد عبر شركة القاطرجي. هذا المورد الذي لم يستفد منه السوريون شيئا منذ انقلاب الحركة التصحيحية عام 1970، إذ كانت الملايين من عائدات النفط السوري تذهب إلى جيوب آل الأسد حتى بداية الثورة السورية. فما الذي سيتغير بعد سيطرة القوات الأمريكية على حقول النفط شمال شرق سوريا؟ وهل من تأثير مباشر على نظام أسد جراء توقف تصدير النفط إليه؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا الليلة في هنا سوريا. أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. إذا أعلنت ميليشيا أسد الطائفية عودة جزئية لمهجري دارية بريف دمشق، مشترطة عليهم دفع إتاوات مالية تحت مسمى حلوان. ويؤكد ناشطون أن المدينة تفتقر لكافة مقومات الحياة، في من حصر اهتمام الميليشيات الطائفية بترميم ما يسمى مقام سكينة المزعوم. نتابع التقرير التالي ونعود بعدها للنقاش. كأن لم تغن بالأمس، هذا ما تبقى من مدينة دارية غرب دمشق. والأصعب من ذلك أن عودة المهجرين لهذا الرميم مشروطة بدفع مبالغ مالية يصفها عناصر ميليشيا أسد بالحلوان، على أن ذلك الحلوان رغم صعوبته النفسية قبل المادية على الأهالي يبدو مستساغا أمام الحصول على بطاقة دخول ممهورة من أجهزة أسد الأمنية التي تبدو فرصة الخروج منها شبه مستحيلة، حيث بلغ عدد الحاصلين على تلك البطاقة نحو 10% من سكان المدينة الأصليين كما تؤكد شبكات محلية. لم تقف الأمور عند ذلك، فترميم المباني المدمرة في دارية ممنوع، ومن يعترض ينطرد، وهو ما اضطر الكثيرين منهم للسكن في منازل مهدمة جزئيا مستخدمين ما تيسر من وسائل تقليدية، وذلك بعدما هدم المجلس المحلي الأعمال الإسمنتية الحديثة رغم امتلاك أصحابها ما تسمى موافقات أمنية. أما الجانب الخدمي فهو مقتصر على مجمعات ميليشيا أسد في المربعين السكنيين قرب دوار الباسل وفي محيط مقام السيدة سكينة المزعوم، على ما يبدو أنها خطة ممنهجة لإجبار أهالي دارية على بيع عقاراتهم تمهيدا لملئها بالمرتزقة الطائفيين، حيث يحاول سماسرة ومتنفذون في نظام أسد شراء ممتلكات الأهالي بأسعار لا تتجاوز 20% من قيمتها الأصلية بعد إقناعهم بقرب استصدار قرارات للحجز على تلك الممتلكات. تم تنظيف الشوارع وترحيل الأنقاض. تكرر ميليشيا أسد بين الحين والآخر طرح مخطط تنظيمي في دارية، فيما يؤكد كثيرون أن المخطط المذكور يعني ضرب طوق أمني حول دمشق تعد دارية إحدى حلقاته، مخطط أدى لهدم منازل حي بساتين الرازي بالمزة حيث توجد السفارة الإيرانية، وذلك بموجب قرار أصدره نظام أسد عام 2012
أي في العام الثاني للثورة، ويقضي بإحداث منطقتين تنظيميتين، الأولى في بساتين الرازي والثانية قرب المتحلق الجنوبي، وتشمل القدم والقنوات وبساتين دارية. تختصر دارية بجدرانها ومأساة قاطنيها حكاية السوريين، فالمدينة التي ثارت سلميا رماها نظام أسد بآلاف البراميل المتفجرة، الله أكبر، وقابل الورود التي قدمها غياث مطر بالاعتقال والموت تعذيبا في سجونه. حول هذا الموضوع ينضم إلي مباشرة من الريحانية العقيد علي نصيف المحلل العسكري عبر الأقمار الصناعية، على أن ينضم إلينا الصحفي يوسف البستاني مباشرة من إسطنبول. دعني أبدأ معك سيادة العقيد، ما هي الأهمية الاستراتيجية لمدينة دارية، وهل موقعها المهم هو الذي يجعل نظام أسد مصر على السيطرة عليها مهما كلفه الأمر؟ مساء الخير، تحياتي لك وللأخوة مشاهدي قناة أورينت. بالتأكيد الآن بعد أن بسط سيطرته مع الميليشيات الإيرانية على كامل دمشق وريف دمشق، فمن الناحية الجغرافية والموقع الجغرافي ذو الأهمية الكبيرة لمدينة دارية التي تبعد عن مدينة دمشق بحدود 8 كيلومتر، فالنظام يسعى ضمن خطة استراتيجية وبالاشتراك مع المخطط الإيراني من أجل إقامة طوق أمني، أو دعينا نسميه حزام أمني، كما الحزام الأخضر في بغداد وغيرها من العواصم التي والمناطق التي سيطرت عليها إيران. فيسعى النظام من خلال هذه التضييق وهذا الضغط على أهالي دارية من أجل السيطرة على هذه المنطقة وإجبار الأهالي كما أسلف تقريركم على بيع عقاراتهم وممتلكاتهم بأسعار بخسي لحسابات لدى النظام مستقبلا، بأن لا يكون هناك أي تهديد أو خطورة على مدينة دمشق. وخاصة أن نعرف في بداية الثورة عندما انتفضت مدينة دارية كانت تشكل تهديد كبير وخطير جدا على النظام، وخاصة بقربها من موقع مهم واستراتيجي يوجد فيه المربعات الأمنية، ويوجد فيه عدد من السفارات منها السفارة الإيرانية، ويوجد فيه مراكز أمنية وهي منطقة المزي المعروفة بسيطرة النظام الأمني بشكل المؤسسات الأمنية بشكل كامل منتشرة فيها. وبالتالي ضمن هذه الخطة يسعى النظام من أجل مستقبلا، لأن هو يخطط لأنه سيستمر في الحكم، وبالتالي يسعى لأن لا يسمح مرة أخرى إذا هناك انتفض الشعب السوري مرة أخرى أن لا يكون هناك أي تهديد أو خطورة على نظامه في المستقبل. نعم أستاذ يوسف، يعني كما تفضل ضيفي سيادة العقيد، في بداية الثورة السورية انتفضت مدينة دارية وأصبحت إحدى رموز الثورة السورية، هل ما يقوم به نظام الأسد الآن بهذه السياسة التي يتبعها تجاه دارية يريد إرسال رسائل إلى المدن السورية الثائرة الأخرى؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك. طبعا نعلم أن رأس النظام المجرم تحدث بشكل واضح عن موضوع التجانس. التجانس هو يعني يريد فرز الشعب السوري، من وقف بصف نظام الأسد، من قاتل معه، هذا يعتبر بالنسبة للنظام هو الشعب السوري بين قوسين. باقي ما تبقى يعتبر يعني بالنسبة له خطر، فهو يمارس خطة التجانس التي تحدث عنها بكل دقة. يعني ما يجري في مدينة دارية هو ضمن ليس موضوع تجاوز من قبل حاجز أمني أو الفرقة الرابعة تريد الانتقام من المدنيين، لا أطلاقا. ما يجري هي خطة من رأس النظام، طبعا الإيرانيين هم ضالعين بشكل كبير في هذه الخطة الخطيرة، هو دفع المدنيين، من لم يقتله النظام، لم يعتقله، لم يترك منزله، عبر هذه الخطوات التعجيزية والتعقيدية. يعني من يريد الدخول لدارية من أبناء مدينة دارية يحتاج إلى موافقة أمنية، الموافقة الأمنية تحتاج إلى شهور والبعض إلى الآن لم يحصل عليها، وبعض الأهالي دفع مبالغ طائلة فقط لحصول على بطاقة أمنية. تخيلي، هو أمام مدينة دارية ويملك منزل داخل هذه المدينة وغير مطلوب. يعني هو مثلا في بداية الثورة عندما بدأ النظام حصاره وقصفه لتلك المدينة، ربما خرج إلى لبنان أو خرج وسكن
وبحث عن منزل في قلب العاصمة دمشق في الأحياء التي يسيطر عليها النظام، هرب من براميل واعتقالات وقصف النظام، وعندما أراد العودة أصبح النظام يقول له تحتاج إلى بطاقة أمنية، وإن حصل على البطاقة الأمنية، تخيلي إن حصل على البطاقة الأمنية بعض الشروط، بعد الشروط التعجيزية يدخل إلى داخل المدينة بلا خدمات، المدينة مدمرة. النظام لم يقم بإزالة حجر واحد من المدينة، بالإضافة ممنوع على من حصل على البطاقة الأمنية أن يقوم بترميم منزله الخاص. طيب يعني ربما يريد ترميم حائط، ممنوع ممنوع أن يحط بلوكي. طيب السؤال هنا، لماذا لا تزال معظم الخدمات غائبة عن دارية، وما زال ترميم المباني المهدمة أمر ممنوع؟ يعني حتى من يتمكن من دخول المدينة بعد الحصول على البطاقة الأمنية والشروط التعجيزية يعني قد لا يتمكن من النوم في منزله بسبب دمار المنازل المباني والانعدام التام للخدمات. طبعا هذا 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 السؤال له إجابة من شقين. الشق الأول أن النظام كما ذكرت لك يريد معاقبة هذه المدينة، هذه المدينة التي انتفضت ضده وكانت رمز حقيقي صراحة للثورة السورية التي طمح لها الشعب السوري. يعني نعلم هناك رموز كثيرة من دارية، غياث مطر وغيرهم من الشهداء الذين كانوا يعبرون عن شباب الثورة الطموح في بناء سوريا الحرية والديمقراطية والكرامة. الشق الآخر أن النظام دائما يعزف على وتر إعادة الإعمار، يعني ويقول دائما للمجتمع الدولي أنه لا يملك الأموال. طبعا نظام الأسد يملك الأموال لإلقاء البراميل والقصف، ولكن لا يملك الأموال لترميم المدن التي قام هو بتدميرها جراء حملته العسكرية. فهو يعزف دائما على مشروع إعادة الإعمار. نعرف أنه بيت الأسد سانين أسنان على سرقة كبيرة كتير، يعني إحنا عم نتحدث عن إعادة الإعمار مو بس بيت الأسد، بوتين سانين أسنانه، خامنئي، الكل بده يسرق. فهن لحتى يقدروا يسرقوا السرقة اللي راسمين إلها بعد فترة لا سمح الله، فبدهم يتركوا المدن مدمرة. ليش في شي مدينة النظام؟ حمص. من متى سيطر النظام على حمص وقام بتهجير أبناء تلك المناطق في حي الوعظ وغيره؟ إلى الآن لم يقم بإزالة بلوكة واحدة من الطرقات. الركام كما هو، يعني بلش إشحادة هو وبوتين وخامنئي، ويعني ينتظر الاتحاد الأوروبي لكي يرضى عنه ويعطيه المليارات. طبعا المليارات لن يقوم بها نظام الأسد بالترميم، وإنما كما ذكرت لك هذه المدن معاقبة، هذه المدن كل المدن التي انتفضت ضد النظام، لأنه في شيء غريب، يعني ما قدم لهم شيء، إن كان في الغوطة، في دارية، إن كان في حمص، هذه المناطق التي تم مسحها بالبراميل المتفجرة وبطيران نظام الأسد كيف إلى الآن مدمرة ولم يتقدم تقديم لها أي شيء يساعد الناس على الخدمات الأساسية. يعني مثلا في دارية، يعني تخيلي، لا يعني أنت تتحدثين عن مدينة، يعني الصرف الصحي، يعني هناك أساسيات لا يمكن للمدنيين العيش أو البقاء بدونها، الصرف الصحي، المياه، طبابة، سيارة إسعاف، ما في. اللي بده يقعد بيقعد كأنه هو بصحراء، ربما يموت ما حدا يحس عليه. نعم. طيب سيادة العقيد، هل يوجد في العالم دولة أخرى غير سوريا تمنع عودة الأهالي المواطنين إلى بيوتهم وأراضيهم إلا بموافقات أمنية؟ يعني ولماذا هذا الإصرار من قبل ميليشيا النظام على موضوع الموافقات الأمنية؟ لماذا هذا الهوس ربما فيه؟ يعني بالتأكيد أخت نور، يعني يجب، هناك أسئلة كثيرة ليس فقط هذا السؤال. يعني هل يوجد هناك نظام في العالم يسعى دائما لإهانة شعبه وإذلاله وجعله عبدا لشعوب أخرى ومرتزقة؟ هل يوجد نظام في العالم على مر التاريخ استقطب كل شزاز آفاق في الأرض وكل مرتزقة الأرض وعصابات الأرض من أجل أن يقتلوا شعب يقوم بحكمه ويسمي نفسه نظام أو رئيس دولة؟ هل يوجد نظام في العالم على مر عصور التاريخ قام ببيع موارد البلد الذي يحكمه، موارده الطبيعية والمرافق والمطارات حتى منابع الفوسفات وآبار النفط وآبار الغاز وحقول الغاز؟ وهل يوجد نظام على وجه الكرة الأرضية قام بذلك؟ هذا النظام لا يعرف إلا لغة واحدة، هي لغة التدمير والقتل والسلب والنهب. هذه ثقافة ليست ثقافة شخص، أو هذا ثقافة نظام. كل ما يقوم به النظام هو ثقافة، أعلى ثقافة يفكر فيها النظام هو السلب والنهب والقتل والتدمير. هو يريد
اخضاع الشعب السوري وافقار الشعب السوري ثقافيا وماديا وعقليا واقتصاديا وفكريا. لذلك هو يسعى الى قتل جميع النخب في المجتمع السوري. المجتمع السوري اختي الكريمه يوجد فيه كبار العلماء، كبار الاطباء، كبار المهندسين، كبار رجال الاعمال والاقتصاد والتجاره، ويريد هذا النظام والمجتمع الدولي الموجود حاليا بان يقوم سلي من الفاسدين أعلى تفكير فيهم هو أخذ الأتوات عن الحواجز والسرقة والسلب بحكم هذا الشعب وإدارة هذا الشعب. لذلك هذا النظام يسعى دائما إلى قتل الشعب بكافة، ليس فقط تدمير المنازل والأحياء هذه يتم عمارها، ولكن هو يريد قتل الفكر والثقافة لدى الشعب السوري. نعم أستاذ يوسف، هذا الحلوان كما يسمونه عناصر الحاجز في دارية، يعني هل تم وضعه فقط لأسباب مادية أم أن هناك بعد نفسي للموضوع بهدف إذلال المواطنين الذين يودون العودة إلى مدينتهم؟ يعني صراحة الواحد يعجز عن وصف فكر النظام. يعني هناك حالة من يعني هناك تحقير، يعني بعد أن قاموا بتهجير هؤلاء وقتل أبنائهم واعتقال ذويهم وتدمير مدينتهم، يعني الإنسان في أغلى من على قلبه من حارته اللي تربى فيها وذكرياته وبيته وشقته اللي تعب. طبعا الشعب السوري بيشتغل 50 سنة وربما يكون كمان أبوه مورته هالشقة هو لحتى قدر يحافظ عليها. بالنهاية النظام دمرها، وقت بده يدخل للمدينة بيقول له حلوان. حلوان شو؟ حلوان اللي أنا دمرت لك مدينتك؟ يعني حلوان يعني الرجعة عم بيسموه، يعني حلوان الرجعة شو؟ رجع على الجنة يعني بعد ما دمر المدينة وطلب منه بطاقة أمنية وقام بإذلاله والتشبيح عليه؟ يعني هذا النظام ما عنده أي حياء. يعني هناك طبعا هو كلمة حلوان هو متقصد، يعني هي نوع من السخرية، يعني أنه فوق ما أنا يعني تخيلي واحد يجيب له لابنه النظام يقتله أولاده ويقول له والله هاي حلوان، هات حلوان إني جبت لك ابنك. حلوان كيف؟ أنت قتلته، أنت دمرت المدن، أنت صار لك أداء لدارية مسيطر عليها النظام شهور وسنوات مسيطر عليها من قبل النظام. الى الان بيقول له الحلوان الرجعه لك لا اقام بازاله الركام. لا يعني لو كان النظام عن جد هو يعني يريد جاد في اصلاح الوضع، يعني على الاقل كان اقام بازاله الركام بتهيئه الحياه للبشر. يعني هل هؤلاء اغنام؟ يعني هو يتقصد بهذه الطريقه الاذى النفسي للمواطنين الذين يرغبون بالعوده الى داريه. قلت لك النظام عنده موضوع التجانس، هؤلاء يعتبرهم من الطرف الآخر، هؤلاء يعتبرهم خطر على هذا النظام. لو كانوا متواجدين في مناطقه، مو هويته دارية، خلص هذا اللي هويته دارية لو كان موالي للنظام فهو خطر على النظام. خلص هذه مدينة بالنسبة له مدينة خطيرة، قاتلته بشراسة إلى الرمق الأخير، كبدته خسائر كبيرة جدا على الأرواح والعتاد، وقاومته ولا تزال تقاوم وضحت وقدمت. فبالنسبة يعني عالم النظام عنده فجور في الخصومة، نظام لا يملك لا أخلاق ولا كرامة ولا شرف ولا أي شيء، فيحاول إذلال الشعب السوري إلى أبعد حد. يعني من يشاهد خطاب النظام يعرف تماما بكل وضوح عقلية النظام. يعني ما معنى كلمة تجانس؟ فهو يعتبرهم طرف آخر، هؤلاء غير متجانسين بالنسبة للنظام، غير صالحين. هو قال أن هناك في فئة من الشعب السوري هي غير صالحة بدها أصلاح، هؤلاء يعني يقوم الآن بتربيتهم لكي يصبحوا عبيد للبوط العسكري كالشبيحة والموالين وهذه الأغنام التي تسير خلف النظام ويسوقها إلى المذبحة كما يريد. طيب سيادة العقيد، يعني أهل دارية تركوها تحت وطأة القصف والتدمير والتهجير، ما هو مصير هذه المدينة؟ هل هناك ربما أي مخطط للتغيير الديموغرافي فيها؟ بالتأكيد مصير أهلنا في دارية كما هو مصير باقي المناطق والمحافظات السورية التي تم تهجير أهلها منها بقوة السلاح والتدمير والقتل والتعذيب والجوع والحصار وكل أنواع التعذيب الذي استخدمها النظام. بالتأكيد المصير هو أولا كل ما يقوم به النظام من موافقات أمنية ومراجعات أمنية وعلى الحواجز هو فقط يهدف إلى شيء واحد وهو إذلال
الناس وخاصة الذين عارضوا النظام والذين لم يقفوا إلى جانب النظام، فيريد معاقبتهم وإزالهم. الأمر الآخر هو مصيرهم كمصير باقي المناطق، إما أن تعودوا إلى بلدكم بهذا الذل وهذا الخنوع والعبودية واعتقال أبنائكم مستقبلا وزجهم في الخدمة العسكرية لأن يقاتلوا على جبهات خدمة لهذا النظام، وإما مصيركم القتل والسجن أو أن تبقوا خارج مدنكم. بالإضافة إلى موضوع التغيير الديموغرافي، لا أتوقع أن هناك التغيير الديموغرافي أصبح واضح ونفذوا النظام وإيران خلال السنوات الماضية، وخاصة أن هناك معطيات تعطي بأن الإحصائية خلال الصادرة عن النظام في عام 2018 بأن في نهاية عام 2018 تعداد الشعب السوري هو بحدود 25 مليون، وبالتالي هو جلب من جلب وهجر من هجر، وبالتالي موضوع التغيير الديموغرافي أنهى. ولكن لمنطقة دارية خصوصية كما أسلفت سابقا هي عقوبة لها ومعاقبة لها ولكل المناطق القريبة من دمشق بأنها كانت خاصرة رخوة للنظام وكانت خاصرة ضعيفة للنظام وكانت تؤثر على النظام في بداية الحراك الثوري. فهو من أجل المستقبل أن يعطيهم درس ويعطي الجميع المناطق درس بأن لا أحد يسور على هذا النظام وإلا سينال عقوبة قاسية جدا. نعم. أستاذ يوسف، يعني هل يمكننا أن ننكر أن روسيا لها دور في مدينة دارية، خاصة بعد أن شهدنا الصيف الماضي في شهر حزيران كان هناك زيارة لوفد روسي إلى دارية وقاموا بتوزيع السلال الغذائية على المواطنين هناك، الأمر الذي أثار سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا يمكن أطلاقا الفصل بين نظام الأسد وما مارسه من إجرام وقتل وتدمير وبين الروس والنظام الروسي. هناك عملية تلاحم، الروس هم الراعين ومن دعم النظام في عمليات القتل وشارك بشكل مباشر. يعني هناك الكثير من العمليات كان المحتل الروسي يقوم بقيادة هذه العمليات بنفسه، كالغوطة مثلا وحلب. فعندما نتحدث والكثير من المناطق، طبعا أنا شخصيا أعتبر أن الروس هم الشريك الأول والمباشر في قتل وتهجير وتدمير مدن الشعب السوري وقتل الشعب السوري واعتقاله وإذلاله وتهجيره وتغيير الديموغرافي. أما بالنسبة لي حتى الإيرانيين هم مثلهم مثل نظام الأسد، ولكن من يدير الحرب في سوريا ومن يدعم النظام ومن يعطيه الأموال والسلاح ويدافع عنه في مجلس الأمن، ويعني الجميع أصبح يعلم أن مناطق نظام الأسد هي تحت إشراف وإدارة وحماية روسية، وكل ما يجري وكل التحركات الإيرانية وما يقوم به الإيرانيين في سوريا هو برعاية وبعلم وبموافقة روسية، وكل ما يقوم به النظام كذلك الأمر. بالعكس، عندي اعتقاد أن الروس يدفعون النظام أكثر الإجرام ويدرسونه فنون التعذيب وكيف يقوم بإذلال هذا الشعب السوري. نعم. فلا يمكن إطلاقا فصل والحديث أنه هل الروس مشاركين، هل لهم علاقة؟ بالتأكيد كل ما يجري في سوريا هو المتسبب الأول به بوتين والنظام الروسي بكل تأكيد، والجيش الروسي الذي شارك بشكل مباشر في قتل أبناء الشعب السوري وتدمير نعم. مدنه. شكرا جزيلا لك الصحفي يوسف البستاني، كنت معنا مباشرة من اسطنبول. الشكر الموصول أيضا لسيادة العقيد علي نصيف المحلل العسكري، كنت معنا مباشرة من الريحانية. فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا، ابقوا معنا.